السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في الكور ديال اليوم اللي هو الكور ديال الانفلاسيون. فمن قبل كنا شفنا الكور ديال الشوماج، وهاد لي دو كور الانفلاسيون والشوماج كاينين في الموديل ديال بروبليم ايكونوميك اي سوسيو. هاد الكور هذا كيهم حتى الناس اللي ما عندهم حتى علاقة بالايكونومي، غير باش يعرفوا شنو هي الانفلاسيون اللي هي التضخم، شنو هو الشوماج، ومنين جا، وكيفاش وفاش. المهم غادي ندوزو نشوفو الكور ديالنا. دابا اول حاجة غنبداو بها هي واحد التشيت ديفينيسيون. قالوا لنا الانفلاسيون هي une perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix sans une augmentation des salaires nominaux. يعني هو القيمه ديال الفلوس كتنقص، والقيمه والثمن ديال المشتريات كيتزادوا بزاف، ومع انه ما كتكونش شي زياده في لي سالير نومينال، يعني ما كتكونش شي زياده في لي سالير. يعني البوفوار داشا الفلوس ما كيبقاوش يشريو لينا بزاف، حقاش الاثمنه ديال المشتريات يعني لي بيان اي دي سيرفيس كيتزادوا، الثمن ديالهم كيتزاد، وبالتالي الفلوس ما كيبقاوش يشريو لينا بزاف ديال هادوك لي بيان ولا هادوك لي سيرفيس. كيفاش كنحسبوا هاد الانفلاسيون هادي؟ قالك لا ميزور دو لانفلاسيون لا بلو فريكونت يوتيليزي اي لانديس دي بري ا لا كونسوماسيون. شنو هو هاد لانديس دي بري ا لا كونسوماسيون؟ هو مؤشر اسعار المستهلك، انديس دي بري ا لا كونسوماسيون ابيلي ايغالمون انديس دو كو دو لا في. انديس دو كو دو لا في هو مؤشر تكلفه المعيشه، يعني عادي الا تزاد البري كتزاد المعيشه. الا قلنا واحد البلاصه فيها لي بري طالعين كتكون فيها المعيشه غاليه، والا قلنا واحد البلاصه فيها لي بري هابطين يعني ناقصين كتكون فيها المعيشه رخيصه. il reflète le changement qui subit le prix d'un panier représente les biens et des services vendus. يعني هو كيمثل لينا واحد البانيي اللي كنمثلوها بزاف ديال لي بيان اي دي سيرفيس، يعني المشتريات وحتى حتى لي سيرفيس حتى الخدمات. باش نفهمو اكثر غادي ندوز نشوفو واحد المثال. غادي نشوفو 200 درهم شحال كانت تقدر تشري لنا في 2000، شحال كانت تقدر تشري لنا في 2010، وشحال غتولي تشري لنا في 2020. بالنسبه ل 2000 بالنسبه في 2000 كانت كتشري لنا مشتريات بزاف، كانوا الفلوس فيهم البركه. كنا كنقولوا بهذا المعنى هذا كنقولوا الفلوس كانت فيهم البركه، وبالتالي في 2010 كتبقى القيمه ديال هذيك 200 درهم ما كتبقاش تشري لنا بزاف، لدرجه في 2020 غتولي تشري لنا غير الضروريات وعلى العار غير تشريهم. يعني المشتريات كتزاد القيمه ديالهم، وبالتالي القيمه ديال الفلوس كتنقص، كيولي خصك الا بغيتي تشري حوايج اخرين خصك تزيد فلوس اخرين، اولا غادي تضحي بداك الحوايج اللي كتشري نتايا، ما غتبقاش تشري داكشي اللي كنتي كتشريه من قبل. يعني الفلوس في 2010 كانوا كيشريو بزاف ديال الحوايج، مادام دابا في 2019 ولا في 2020 ما غاديش يبقاو يشريو لينا بلدك القدر اللي كانوا كيشريو لينا من قبل. غادي ندوزو دابا نشوفو لي تيب دانفلاسيون. شنو هما الانواع ديال الانفلاسيون؟ الانفلاسيون اللي شفنا العاديه هي لوغمونطاسيون ديغابل اي جينيرال دي بري، والعكس ديالها هو لا ديفلاسيون. لا ديفلاسيون هو فاش الاثمنه كتنقص القيمه ديالها، يعني في 2000 مثلا بحال حنا دابا في 2020 كانوا في 2019 ساويين واحد الثمن، دابا في 2020 ولاو ساويين شي ثمن قل من هذاك الثمن اللي كان قبل، يعني الاثمنه كتبقى غاديه وكتنقص، الاثمنه ديال المشتريات كتبقى غادي وكتنقص، العكس ديال الانفلاسيون اللي الاثمنه كتبقى غاده وكتزاد. وفاش كتكون الانفلاسيون غاده وكتنقص كنسميوها لا ديزانفلاسيون. لا ديزانفلاسيون هي هذيك لا ديمينيسيون دو نيفو ديال الانفلاسيون، اما لا ديفلاسيون هو لا بيس جينيرال اي دورابل دي بري. فوالا نتوما دابا ملي شفتوا هادشي قلتوا لا الانفلاسيون ما مزياناش، ولا ديفلاسيون هي اللي مزيان، يعني الا كان الاثمنه غادي كينقصوا غتكون القضيه مزيان، ولكن لا غادي نشرح لكم علاش. فاش غتكون عندنا الانفلاسيون زيرو يعني ما عندناش الانفلاسيون، سيبوزون في 2000 كانت عندنا واحد الشركه 2010 2020 فواحد 2000 كانت عندنا واحد الشركه مخدمه لنا هاد العدد ديال الناس. مثلا هاد الشركه هادي كانت كتخلص الضرائب ليطا، وحتى هاد الناس اللي خدامين حتى هما ليطا كانت كتخلص في الضرائب ديالهم على سو فورم ديال ليير اللي هو لامبو سيغ لو غوفوني، الضريبه على الدخل. في 2010 هاد الشركه اللي كانت مخدمه هاد الاشخاص هادو كتخلص الضرائب ديالها، حقاش الثمن مابقاش غادي وكيتزاد، فبالتالي الارباح ديالها ما تزادوش، وبالعكس بقاو غاديين وكينقصوا، حقاش الشركه خصها تبدا غاديه وكتزاد، الشركه تبقى غاديه وكتكبر، وليطا قد ما تزادوا الشركات كتبقى تزيد عليهم الضرائب. فاش غتشوف الشركه بان الضرائب غادي كيزيدوا الربح ديالها ما كيتزادش، شنو غدير؟ غادي تنقص من العمال ديالها باش تربح. في 2020 فاش غتلقى راسها هذيك الشركه ما كتربحش والعمال ديالها غادي كينقصوا، شنو غدير؟ غادي تسب. في 2020 ما غتبقاش عندنا هذيك الشركه، وغادي يبقاو عندنا الناس اللي اون شوماج اللي ما خدامينش،
اشنو غادي يديروا هذوك الناس؟ باغي يخرجوا غيناوضوا المظاهرات وغيناوضوا الصداع في الدوله، وبالتالي غادي ينوض الصداع وما غاديش يبقى الامن وما غاديش يبقى الامان في الدوله ديالنا. فلاحظوا معايا في 2000 فاش يلا بدات الشركه كانت السيتياسيون مزيانه، في 2020 حقاش ما كايناش الانفلاسيون يعني الاثمنه ما كيتزادوش، ناض الصداع وغادي تنوض الثمن. لو كانت الانفلاسيون كانت الشركه غتبقى تربح شويه وغتبقى تخدم الناس والدوله غتربح شويه، وبالتالي بحال هكا الايكونومي كتبقى غاديه خدامه مزيان. غادي ندوزو دابا نشوفو اشنا هما المسببات لي كوز دو لانفلاسيون. منين كتجينا هاد لانفلاسيون، اول واحد عندنا هو لانفلاسيون مونيتير. كيفاش هاد لانفلاسيون مونيتير؟ باختصار هي فاش كيكونوا الدوله كتامبريمي الفلوس بزاف، بحال كيف ما كانت وقعت في واحد الدوله اوروبيه ودوله افريقيه، كانوا بقاو كيامبريميو في الفلوس بزاف من بعد الحرب، حتى لدرجه انهم الفلوس ما بقاتش عندهم حتى شي قيمه. وليتي الا بغيتي تمشي للريستورون وتخلص شي حاجه خصك دي معاك فلوس برويطه، لدرجه الا جا شي واحد بغى يشفرك غادي يدير لك البرويطه وغادي يلوح الفلوس. يعني الفلوس ما بقاش عندهم قيمه، ولاو كيحرقوهم ولاو كيديروا فيهم بزاف ديال الحوايج، الفلوس نقصت القيمه ديالها بزاف. غادي نشوفوا المسبب الثاني اللي هو الانفلاسيون باغ لي كو. باختصار الانفلاسيون باغ لو كو هي هادوك لي كو ديال البرودكسيون ديال واحد البرودوي كيتزادوا، بحالاش مثلا بحال مثلا الماتير بروميير ديال واحد البرودوي تزادت بزاف، بالتالي الثمن ديالو كيتزاد، فهذا مسبب ديال الانفلاسيون، يعني الثمن ديال هذاك البرودوي كيطلع بزاف. انا نعطيكم مثال، بحال مثلا الا هضرنا على القهوه، الا طلع الثمن ديال القهوه او طلع الثمن ديال الحليب او طلع الثمن ديال السكر اللي هو المكونات الضروريه باش تصايب القهوه، فالثمن ديال القهوه في القهاوي غادي يتزاد، حقاش هذاك مول القهوه باش يربح مزيان خصو يزيد في الثمن، حقاش ديجا عنده هذوك المواد الاوليه اللي هما الحليب والقهوه والسكر تزادوا، خص لا مارج بينيفيسير حتى هو تزاد، وبالتالي كيزيد في الثمن ديال القهوه. هنا هذا هو الانفلاسيون باغ لي كو، يعني لو كو ديال البرودكسيون ديال هذيك الماتير اللي كيبيع هو تزاد، حتى الا تزادوا حتى لي سالير، يعني لي سالير اولا لي شارج ديال هذيك القهوه ديال هذاك السيد اللي عنده مثلا قهوه، الا كان كيخلص واحد السيد غير مثلا 1500 في الشهر ولا كيخلصوا 2000 في الشهر، فغادي هذيك ال 500 اللي زايده خصو يخرجها من لي كونسوماتور فينال، يعني كيزيد في الثمن ديال هذاك البرودوي ديالو. من بعد عندنا الانفلاسيون باغ لا دوموند. كاينين قال لك دي سيكتور اللي كيكونوا ريجيد، يعني ما كيبرودويوش بزاف، ولا دوموند ديال واحد البرودوي اللي كيكون اسونسييل في هذاك السيكتور كيتزاد، ولي بروديكتور يعني الناس اللي كيصاوبوا هذاك البرودوي ما كيزيدوش في البروديكسيون باش يواكبوا هذاك الدوموند، ما كيزيدوش في البروديكسيون، سواء ما يقدروش او لا ما كيبغيوش، وبالتالي فاش كيكون العدد محدود ديال واحد المنتوج وعندنا لا دوموند عليه بزاف. فإلا رجعتوا للفيديو اللي درت لكم قبل ديال لو مارشي، فكاين فاش كيكون لوفر قليل و تيكون لا دوموند كثير اشنو كيوقع الثمن، وبالتالي الثمن كيتزاد بزاف. يعني فاش كيكون لوفر قليل ولا دوموند كثيره بزاف الثمن كيطلع، هنا كنقولوا انفلاسيون باغ لا دوموند. من بعد عندنا انفلاسيون امبورتي. بحالاش هاد الانفلاسيون امبورتي؟ هي فاش كيكون واحد البري ديال واحد البرودوي اللي حنا كنامبورتيوه بزاف. عطاونا هنا مثال بالبترول، البترول اللي هو لا باز ديال جميع المشتقات ديالو اللي هما ليسونس والمازوت وبزاف ديال الحوايج اللي كيدخلوا في الانرجي كيتزادوا، يعني الا كان البترول زاد الثمن ديالو فهذوك المشتقات ديالو كاملين كيتزاد الثمن ديالو. يعني سيرتو فاش كنكون هذاك البرودوي حنا كنامبورتيوه من الخارج، فهو في الاول من الخارج كيجينا غالي، وبالتالي جميع المشتقات اللي غادي نخرجوهم حنا من هذاك البرودوي غادي يكونوا بيان سور غاليين. هذه هي انفلاسيون امبورتي. من بعد عندنا ستركتور مونوبوليستيك. بحال اش هاد ستركتور مونوبوليستيك؟ هي في الحاله فاش كيكون عندنا واحد المارشي مونوبول او لا كازي مونوبول. كيفاش مونوبول؟ كيكون عندنا واحد اوفرور واحد، غير واحد الشركه وحده هي اللي كتصاوب هذاك البيان، وكاينين الملتيتود دو دوموندور، يعني كاين عدد انفيني ديال لي دوموندور، كاين واحد اللي كيعرض هذيك السلعه وكاينين بزاف ديال الناس اللي كيطلبوا هذيك السلعه. فهنا اشنو كيدير هذاك المونوبول؟ يعني هذاك السيد اللي كيبيع بوحدو هذيك السلعه في المارشي، فهو كيلعب بالبري كيف ما بغى، كيطلع بيان سور الثمن باش يربح هو، كيطلع الثمن بزاف لواحد الدرجه اللي كبيره باش يبقى هو يربح. علاش؟ حقاش عارف ما عندوش هو المنافسين في داك السوق، عارف ما عندوش لي كونكورون في داك المارشي، وبالتالي كيطلع الثمن باش يربح بزاف.
من بعد عندنا لا ستاغفلاسيون. شنو هي هاد لا ستاغفلاسيون؟ قال لك هي واحد السيتوياسيون فاش كيكون عندنا البي اي بي غادي وكينقص بزاف، يعني البي اي بي الناتج الداخلي الخام ديالنا كينقص بزاف، وبالتالي الشوماج كيطلع. فالبي اي بي ديالنا كينقص والشوماج كيطلع، قال لك ولكن الاثمنه كيبقاو غاديين وكيتزادوا، وبالتالي كيتزادوا بزاف كيتزادوا بزاف. يعني فاش كيكون عندنا النمو الاقتصادي غادي وكينقص، الشوماج غادي وكيتزاد، ولي بي اي او لي بري غاديين وكيتزادوا. هذه هي لا سيتوياسيون ديال اللي كنسموها لا ستاغفلاسيون. من بعد عندنا اوتر كوز، يعني مسببات اخرين. اول حاجه عندنا هي لاندكساسيون. اشنا هي لاندكساسيون؟ هي فاش كيطلع البري ديال واحد ليليمون ايسونسييل باش نبرودوي شي حاجه، بحال مثلا هضرنا من قبل على البترول. فاش كيطلع الثمن ديال البترول، جميع المشتقات ديالو جميع الحوايج اللي عندهم علاقه مع البترول كيتزادوا. هذه هي لاندكساسيون. من بعد عندنا لانسوفيزونس دو لوفر. في الحاله ديال الحرب ما كيكونش لوفر كبير بزاف، كيكون يعني لوفر محدود وبزاف ديال الناس اللي باغيين هذاك البرودوي. علاش؟ حقاش الشركات ما بقاوش كيصاوبوا هذاك البرودوي، الشركات وجهوهم لا برودكسيون توجهات لارمام، ولاو كيصاوبوا الاسلحه. قلت لكم هذه كتكون في الحاله ديال الحرب، او لا في الحاله اللي كتكون قربات شي حرب جايه في الطريق. الشركات اللي كيصاوبوا دي برودوي اللي كنكونسوميهم وجهوهم ولاو كيصاوبوا الاسلحه. من بعد عندنا البانيك مونيتير. كيفاش هاد البانيك مونيتير؟ هي فاش لا موني ناسيونال ديالنا كتنقص القيمه ديالها، كتنقص القيمه ديالها بزاف، وبالتالي في داك المارشي دو شونج الناس ما كيبقاوش باغيين هذيك الموني ديالنا، كتولي ابونطوني، كتولي غير موجوده بزاف، وبالتالي هنا كتكون واحد الفورت انفلاسيون. يعني الفلوس ديالنا موجودين بزاف، ما كيبقاش عليهم دوموند في المارشي دي شونج، وبالتالي كتولي عندنا الانفلاسيون. دابا غادي ندوزو نشوفو لي كونسيكونس دو لانفلاسيون، لي ميتور اي ديتونتور دو لا موني، يعني الناس اللي كيعطيو الناس اللي كياخدو الفلوس. لانفلاسيون ديميني لو ريفوني دي ترافاي كوم سو دي روتريتي، يعني الناس اللي روتريتي اللي عندهم واحد القدر محدد ديال الفلوس، او لا دي بيرسون اللي كيكونوا ديفافوريزي بحال الارامل اللي كياخدو دي بونسيون ديال الفلوس، ولا الناس اللي عندهم دي انفستيسمون فيكس، يعني انفيستي الفلوس ديالو كيجيبوا ليه واحد القدر محدد ديال الفلوس، اولا المعاشات الناس اللي كياخذوا المعاشات، اولا لي زونتر. فهنا القيمه ديال هادو كتنقص، الناس اللي عندهم واحد القدر محدد ديال الفلوس. فالا حقاش في الاول كنا قلنا الفلوس كتنقص القيمه ديالهم، وبالتالي واحد اللي كياخذ 1500 درهم في لا روتريت ديالو، يعني في التقاعد ديالو، فهذيك 1500 درهم غتبقى غاديه والقيمه ديالها كتنقص مع الوقت، يعني ما غتبقاش قاده هذيك 1500 درهم. هذا هما النتائج ديال الانفلاسيون على هذا النوع ديال الاشخاص. عندنا الانفلاسيون يعني كديكوراجي الناس اللي كيبقاو خاسنين الفلوس عندهم. علاش؟ حقاش الفلوس فاش كيبقاو غير خاسنينهم الفلوس كتبقى غاده القيمه ديالهم وكتنقص، وبالتالي خاصهم يكونسومي، خاصهم يشريو شي حاجه بهذوك الفلوس، يديروا دي زانفستيسمون ولا يشريو دي برودوي. هنا قالوا لنا لانفلاسيون ديكوراج لي بارن، يعني كديكوراجي الادخار وكتانكوراجي لا كونسوماسيون، يعني كتدعم لا كونسوماسيون وكديكوراجي الادخار. غادي نشوفوا دابا النتائج ديالها كوم سو فورم دان ديبيتور اي كريديتور. اون تيرم ريال لو ديبيتور رامبورس دونك دوطون موان كو لانفلاسيون اي فورت، يعني هذاك لو ديبيتور الناس اللي كيسالوه الفلوس، يعني الشخص اللي مثلا مسلف فيها البنكة، فاش كتكون الانفلاسيون فهو كيخلص قل من الفلوس اللي خدا في الاول، حقاش الفلوس القيمه ديالهم غاديه وكتنقص، وبالتالي علاش هذه علاش داروا البنكة لي طو دانتيري. حتى هو علاش داروا لو طو دانتيري؟ لو طو دانتيري هو دوك القيمه ديال الفلوس، حقاش الفلوس اللي غتاخد انت دابا القيمه ديالهم ماشي هي هذيك القيمه ديالهم فاش من هنا واحد 25 عام، حقاش القيمه ديالهم كتنقص. باش يعوضوا هما هذاك النقص كيديروا هذاك لو كون ابل لو طو دانتيري. وكاينين في بعض الحالات قالك اون رونكونتر ان سي لي دي سيتوياسيون او لانفلاسيون اي سوبيريور او طو دانتيري. فهاد الحاله فاش كتكون لانفلاسيون اكثر من طو دانتيري، فهاد الحاله كيكون فافورابل ان بنادم يمشيو ياخذوا الكريدي، حقاش غادي تاخذ واحد الكريدي والطو دانتيري غادي يكون نيجاتيف، يعني انت غترجع قل من الفلوس اللي خديتي. يعني هنا فاش كتكون واحد الانفلاسيون كتكون طالعه بزاف، كتكون اكثر من لو طو دانتيري. فهذا هو علاش الانفلاسيون خاصها تكون في واحد الطو اللي محدد، يكون ماشي كبير بزاف وما يكونش عاوتاني زيرو، حقاش ضروري خص يكونوا لي كريدي باش ياخذوا الشركات لي كريدي وباش يديروا ديزانفستيسمون ويخدموا لينا الناس وليكونومي ديالنا تبقى خدامه.
هذا الشيء اللي عرفني الله. الا كنتو عارفين شي حاجه اخرى ما تنساوش تحطوا علينا في لي كومونتير، ما تنساوش ديروا ابوني جيم وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. نشوفكم في الفيديو الماجي ان شاء الله. السلام عليكم.